وقد ورد في بعض الروايات إن لم تخني الذاكرة بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام دخل على زوجه أم سلمة رحمة الله عليها وقال لها لا تدخلي أحدا إلى البيت. ينقل الشيخ الوحيد الخراساني أدام الله عزه وحفظه الله تعالى يقول بأن أم سلمة حينما دخل الرسول صلى الله عليه وآله قالت بأن الحسين عليه السلام أقبل وسألها عن جده فقالت له إنه يرتاح وقال بأن لا يدخل عليه أحد. تقول انشغلت وإذا بأسمع بنشيج رسول الله وبنحيبه بصوت عالي دخلت مذهولا ما الذي يبكر الرسول وإذا به وجدته قد اعتنق الحسين عليه السلام وهو يقبله بأبي وأمي من منحره ويقول له تسأله ما الذي حصل؟ يقول لها إن الجليل الأعلى قد أرسل جبرائيل عليه السلام وهذا جبرائيل يبلغني بأن ولدي هذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. أم سلمة هنا تقول وبعقلية الإنسان التي لا ترى ما بعد الحدث ترى تخشى من الصورة الأولى للحدث قالت له أولا تسأل الله أنت مجاب الدعوة والله سبحانه وتعالى لا يرد لك دعاء. فقال لها أو تحسبين أني لم أفعل ولكن قيل لي وهذا هو المهم أن للحسين درجة لا ينالها إلا بالشهادة. لذلك هذا المقدار من الاستشهاد وبهذه الكيفية أنا أعتقد أنه كان من تخطيط الحسين سلفا. نعم الفعل كان بأيدي المجرمين ولكن هو أوقعهم في فخ استراتيجي. هذا هو الذي يفسر الآن لماذا بقيت الثورة الحسينية حاضرة اليوم.